اقول لكم ظاهر الحين يمكن من 10 دقائق لكم ما رمت اربع كله تسخين. وايد شمس حامي والله تكسر العين. حامي الشمس بطريقه غير طبيعيه يعني. عاده الوقت هذا ما تكون بهالحموه يعني. مكتوبه وانه 40 يعطي الجيج 40 ما ظني 40 فوق ال 50 والله الدنيا تتوهج. ولو ما شيء عرق العرقة من تظهر تبخرها الشمس عنب وقوي هاي كما عادي. انت لو تبت انت ما تريض ابيض تلق انت ابوك ما ظنيك صكك الشمس الله يحفظك. اقول لكم شوف اللي عنده مثلا وحين حياتي بني هذا ابن وسارة انا خربوي كنت نبته وغدها هالنمور هذا كله زين وكله فنان ها اظني لولو انزين يا غير ها نبت وخلى هالنمونه الحيد حمال انخلى انخلت اللي خاري زارعنها في الحوي ولا في المزرعه ولا اي كان مشويص هالنمونه ولا مغوفر يده ابويا بارك له قوه الانخلى القوه بدل ما تم فيها روحها في اللم بتعطيها شو بتعطيها العذج هذا هاللي ما تشاهد مغوفر ومشويص بعدها باللم مشويص. الغداء اللي تتغداه الانخلة فقيره تصير ابوي يصير بلين القلب ومن القلب ابوي يصير يظهر ابوي حق هذا حتى الدبش ما بياكل لنا قيس الا ابوي حتى ما يسوى يوانيها اللي ملفوفه بهن الرطبه هذا الرطب المشويص هذا الخلال ما يسوى حتى جيمه ابوي راعي النخل هذا ابوي دخيل الله يصير ابوي يد هذا بيعقه للدبش هاي الصرمه بعد زينه يحيها بربها وهاي زينه بس يا غير هذه ها قول ما قلت لك راعي البيت ما يندر بيت منو ها قدام بيت ابوي كم صرمه؟ اربع صرمات ثلاث خوب ووحده خراب بتقول ما حد قال لا تصور يا ويلك لا لا ابراهيم اصور ليش يا خالد يا رب على صديق انا ويا هلك الله يحفظهم ما طاعي خليني اصور عقب زور حيله الواد هني لو ظبي؟ لا في والله ايوه وهذا ابونا وهذا اخونا هذا راعي احبك رب رديته انا الله يسلمك البيوت ما زينهن ايوه مسوي دراج مال اول شرات الرواشد نعم بيوت هالفريج كل بيت اخير عن الثاني على الله يعطيهم ان شاء الله طول العمر يبارك لهم ويبارك فيك انت بكبرك لا تصلت على البيت هذا قلت لهم بوي يدون هذا الخلال هذا مشوي ثلاث صرمات لي هناك كلهن زينات وهاي بوي عاديه شرات شرات مسمار جحا يعني لا تسمي ولا تغني من جوا البيت اللي عليه بنادير وعليه نشور شوف ما زينه يبهى البيت قد يزاهي البيت يوم عليه نشر هذا بيت يسمونه بيت البيرق والله صرت ترى اقول لكم شوف البيت يوم عليه نشور يغدي رقم واحد فرحان البيت روحه يرحب من بعيد يرحب بالعرب سلم في التاريخ انت تبع تاريخ زيارتي انزين الحين على الله يحفظ الاسبوع الجاي ما شيء دبي لان بنعيد ونهار ثاني بسير اودي صلاح بانكوك يمكن 10 ايام في بانكوك وبرد بضبي ومن الرد بضبي بين بحر وبين دبي ومالي بد لا من البحر ولا القط الدوره من دبي 10 ايام اللي من بعد 10 ايام العيد مره متى ما يلا توكل على الله البيت بيتك توكل على الله سلم لا خليت سلام لا خليت منك الله يحفظك خصم السلام الوالده ان شاء الله انا خطف الحين عدال البيت هذا بالنخل ما بصورك ابوي الحين الريال قال ابوي انا ما بحد يصورني ابوي ترى ناق منك انا نقمع عود ما شي كبر هاي راعي البيت هذا ابوي هذا وهذا ابوي لا يسمن ولا يغني من جوع ما شي شرات النخل عندك نخل داخل ولو كان حتى مال زينه تزرع خاري ابرك عن هذا جميل معاشر في المقابر وين القبور وين اللي يحطون الاضرحه انما حين الفريج ها فريج عرب ينبغى ما يحطون هذا صدق رمي عيد لكن ما شيء فيه فايدة انت ودك شيء تحصل وراه هجر الناس تخرف انا دور ما دار بيتي 70 زارع ما شاء الله ايوه خرايف اقول وجهة نظرك يمكن انت لك خاطر في هذا الناس والله وايدين زارعين من الحين ويحبونه يا غير هذا ما بشيء جديد تدري متى طايح من استوت الدنيا عايب انك برايي انا ما يخصني يا غير وجهة نظري ان الواحد يوم بيخسر يخسر على شيء فيه فايدة وانت شرات النخل هذا ما يبغى العبالة اللي ما في عباله نعم اي لا يعني مال بلاش ربح بين
لا النخيل خلنا داخل وهذا نبدا عباله خلوه. جزاك الله خير. انا بالتصوير ما بصورك، تقال ما تبغى حد يصورك. نعم. عيوني بتيكم تنقى اليوم والمكان والزمان اي حق اللي ما يسوى انت وسجد انت باكر. لا باكر ابوي بضبي حق العرب كلها. نعم. ما بهذا زين وهذا شين هذا عالي وهذا الناس كلها خير وبركه وما حدا خير عن حد. وان شاء الله اني بيك عيوني تيكم غير ما بالحين عقب عشر العيد. جزاكم الله خير والله يحفظكم ويطول بعمرك. مشكور على سد انك متلج في اللي خاري. الله يرحم والديك. شكرا لك خليتني. جزاك الله خير. سيرياي من هالطريق زين. ويوم خطفت شفت هالبيت الفنان اللي على الزاوية وقفت بخبركم شو السالفة. فعلا الله يحفظكم. أنا يوم قصوا أهلين من أبوك ما قوى حسك. خالتي ربالت الله ما قواك. جيت السالفة من بغمتها أقولكم يوم يلقص الله يحفظكم وجسمه والأراضي عطوني أنا أول بار بين الجسرين. ما عطوني أنا عطوني أرض قبل مدينة محمد بن زايد، بعدها ما قزوهن الأراضي في مدينة محمد بن زايد، قزوا الأراضي بين الجسرين، هل الحين أخير منطقة. الأرض على زاوية ما شيء مشكلة، لكن هالنمونة من شرمة يعني مثل السمبوسة يعني ما بيها مربعة مشوطرة مشروع. وقلت أبداً حطيت فتش في السماء وفتش في الأرض، لا أنا ولا من خذ إلا تغيرونها، يا ولد الحلال الناس تتمنى هالموقع، قلت مشرومة ما شبهها. لا انا ولا من خذها، مشاهد البحر قدام قناه بحقتها ابدا، لا انا ولا من خذها. واشهد اني زعلتها. شلكم انتم؟ والله ما حد نشاد عني ولا حد قال لي كانك زعلان بيرضيك بترضيك دنياك. نحن بنشادين عك تباها تعال ما تباها برايي. قدرت الارض سنين يوم عدها كل البيوت كلها نشت والناس كلها بوي سكنت وبنت. يوم سلت قلت اعطوني ارضي لا حول ولا قوه. الحين ابوي ارضك تبخرت ابوي هذاك الاول كنت يوم انا بنت، الحين ابوي ارض ماشي تبى ارض بنعطيك في المنطقه الجديده. اين المنطقه الجديده؟ قال مدينه محمد بن زايد والاحواض الاول الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هاك اللي صار باجي السادس. ابوي بتزعل تريع خلاص بيقزوا مناطق. وين المعشره الحين؟ وين قزوا حق الواد وين المقبره وين بني ياس عالي فوق هناك وين بني صبي عيال؟ قلت لا والله ابى. جيت واخذت الارض وظهر القرض وظهر ما قايل وحطيت اللي عندي وبنيت وعدلت وسكنت. انزين هذا عين الموضوع هذا من سنين الله. انا خطيت شو اقول في خاطري هذا البيت على زاويه على زاويه ما عليه. كان شرات السمبوسه شرات ارضينا اللي في بين الجسرين قبل عطوني اياه. كيف طريقه التصميم قدها؟ شوف البيت يعني مستطيل من الطرف هذا وشي ما اكون من الطرف هذا. وين الباب وين سووا الباب؟ وغادي منظره جميل. ذاك الوقت لو شفت المنظر هذا والتخطيط هذا كان خط بين الجسرين. لكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ورب العالمين عاضني ابوي بايران ما شيء. القط البد ابوي من ثيابي اللي علي ولا القط البد منهم. هاي ايراني حين في مدينه محمد بن زايد لو يسخنون الملحار اجسموا بيني وبينهم. اقول لكم ترى ابوي لحد يحصل شيء يشله. لا تقول ما اريد اي شيء تحصل اخذه، لا تقول ما باه. وبالاخص ابوي عطية المعازيب وعطية الحكومة. أها يصيبكم ما صابني أنا. وزعلت والله ما حد نشاد. آك شيخ شيء لا تودره لو تف تراب تراه عرف إنه ما عطاك إلا المغزى. والحكومة نفس الشيء إن عطاك وظيفة أبوي وراها عقب الخير. وظيفة حتى لو راتبها بسيط باكر أبوي الضمان الاجتماعي ولك تخفيضات ولك طحنة الزمان كلها. شو تحرنت؟ حتى البخيل يوم بيعطيك شيء هو بخيل تعرف انه بخيل يقول لك ترى خذ من مال البخيل وذمه. خذ من مال البخيل وذمه. عاد وانت على بصره يس هل يلسه؟ ها طعوين بالله عليكم. لا وراي درام كشره. ليش اسوي عاد؟ هذا مكان فنان عدال هالبيت. نار مسخلاف الحين عاد بس خلصنا. هذربان خمس دقائق وراح. تعال ما خبرتكم اليوم بسير. خلاص برمسكم. من بوصل لاخر مسيد اللي هناك برمسكم. جدول اليوم ما بيرس دبي بفطر وبتوكل على الله ان شاء الله. بفطر خاف على برمسك في الاستراحه الاخيره الحين شوف الشمس واجف بعدها. عليكم عدم بك ابوي ما نقبتنا قالت ولا تصورني ما اريد حد يصورني انت بسنابك عالمي وانا ما اريد العالمي يشوفوني يسد هل دبي يشوفوني. زين ان قال اسمه بيعرفونك انت منو؟ برايم انت شو اسمك انت؟ زين منصور شو اسم ابوك منصور؟ ال رمس صوت عالي والله. والنعم والنعم والنعم. منصور ما زينك يا منصور. طلعت النتائج مال المدرسه الاولى؟
شو اللي يقولون ما عرف اللي جايبين هاي طماطات ثلاث أربع هاي اللي يقولون ما عرف أكيد أنت واحد منهم كان ما بيجايبنهن كلهن صافنهن حمر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحين ما حد يبي كندورج مكتوب عليها اسمك؟ لا ما مكتوب. حالك ابوي عساك طيب. خير كيف انت؟ الله يسلمك. دبي راكي ورا ها شوف سيارة. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد تعال يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا رب البيت والحرام لا تراويت لا الحامل أنا قلت حق الجماعة لا تراويت لا الحامل ولا مربي. نعم لا تراويت لا الحامل ولا المربي. نعم فقيرة الحامل شافك ابوي بيشابه رخني صورنا هات الساعة حبيبي وأنا ما صورتك وايد صورت هذا كان حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي يرتيب كبره. مرحبا 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 أبو حميد. مرحبا أبو حميد عمه عم. عمك هذا أبوي حاط وراك أبوي الجهاز تتبع هالريال. ما شي فايدة ما شي إلا أبوي يقبض السكيك. عليكم السلام. ما شي أبوي فايدة ما شي إلا السكيك. عزة الله أبوي لا شي جري اليوم ولا شي آت. والله ينها مصيبة حرام ينها مصيبة نعودة هذه. لا 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 نيت أسبوع الجاي ولا اللي عقبه يتغير الموقع خير شر لازم يتغير. إني بروم أجري وكل دقيقة أبوي هيلا بيه سلامات وهذربان ما بلا سلام سلام وتصوير وهذربان ثلاثة في آن واحد ما شي فايدة. أنتوا تدرون أنا وين الحين؟ بين الخناخيش أبوي أظهرني بعيد عن بيت قوم عيسى بعيد. الحين أنا عشر أظني بين وبين بيت قوم عيسى فتشه. أنا في الطرف هذا وحيد نتخلف الخنخوش هذا سكة هيك ونمشي مسافة يلا يلا نوصل بيت قوم عيسى. من خنخوش لين خنخوش من خنخوش لين خنخوش هذا أبوي وين أظهرني هذا كل أبوي من توجي فات المواتع. أنا ما قديته هذا الشارع الرئيسي هذا الشارع مرة ما قديته أنا شيء فنان ما شاء الله والهالبيت تبارك الرحمن الله يهنيهم هالهالبيوت ما شاء الله ما شاء الله بناقل بناقل ما ببيوت تبارك الرحمن. يسدك أنت بس إلا القاف أقولكم تعيدوا مطبات في الفرجان هالمرتفعات عسب اللواد متخف السير يعني وهم يمشون الحين شيء باجي على الأذان أظن دقيقة ولا دقيقتين فالله وكيلكم الخط دراولية البيوت دراولية العواج يطفون على المطبة برق والله ما حد يسوي لها كم الخبر فسياييرك الماية بتتكسر. أنت يا راعي البيوت يا أمهات البيوت يا راعيات الحلالة وانكن لا تندمن الدراول من ركاض المغرب ترى مسلم فقير وصايم ويبيفطر ترى أبوي الخراب منكم وإليكم الخراب منكم وإليكم. أنت أبوي تندبون الدراولية مرة المغرب كاظ بيد المغرب تطرشونه ويبيس مضيعين يا ليت بين الجسمين وتصدقين وما أدري منو تعطين وما أدري منو تعطين من العصر أبوي شغلت كل زاهب هذا حد واجه بعده نزيل لكم كل زاهب تحيدين مرة جريب بيدنا المغرب تحيدين بين صار فكاك فكاك يا راك يا تحيد بيدنا المغرب نزل عليك وحي الكرم وحي الكرم وين صار عنك من أذان العصر وحي الكرم بوي خليه ينزل عليك أذان العصر هذا ماية تعبليه من سامانك من العصر ولا تجليب به على حد أن يسد عنك. هب انتي حين بخوري برقادة جريب يدنا المغرب دقيتي صدرك والله ودوا بيتي فنانة ودوا زين ها فقارة مسلمين تراهم دريولية ما بانيان حتى لو بانيان ما يهون عليك. أوي أقول وداك بطنك يلي ما فيك رحمة ولا ما هو على الفقارة حتى نتلحلش. سلام عليكم بتركي اليوم عاد وايد تأخرت يلا بيدني بيدني خل عنك إسراف بيدني. إذا الله جعلنا من الحيين الساعة 9 بحرك مدبي اتجاهي جدة الوثبة إن شاء الله اليوم عشايف الوثبة يعني عبارة فالة فالة يعني الساعة 1 تقريبا أو 1:30 أو 12:30 والله الجماعة العام ساير لهم ومن العام ما طحنا هالمزرعة زين ثاني يوم خلاه يرمس من بغيت ارمس كهان فتم هذا ولا لا 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 هذا مال خور فكان هالخور فكان هالنمور هي لبيس هذربان المراد فان شاء الله اذا الله ما خليتني ارمس كل اللي ترمس حتى الكلام مخبق العوي بظهره ها وانا امسح صورتي اللي قبل اما ادبك ادب الحمد لله بس بعد رمس بعد كلها بينزل انزين خلك اي خلك زين اقول لكم ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين لكم مسائل اليوم في الوقت بخاداني عزمت اسوي رداي للرمسه
بيت يوم ما شاء الله شباب وسوالف وعندك كذي، فإذا شيء تصوير ترى أنا بصور. شو أقول لك أنا؟ ونطلع ما شيء تصوير ترى العذر والسموح من جنابكم. يكون مساي اليوم في دبي وباكر في دبي، باكر برضو يضيه يعني بصلي التراويح إن شاء الله بوني بضبي باكر. صلى هلال بن محمد صلى انه خداي عاده قال لي ابوي ترى الجماعه يترايونك باكر والباحم رمسني قال ان شاء الله وهي ما طلبت لو وجدت يا ابو محمد ان شاء الله الحين بحرك باكر ولا انا تذوب يا ثيابي مال اربع ايام يا ثياب حق اربع ايام بابا سبحان الله قدر الله ما شاء ان دائما الناس ان صدقان ودم ولحم من واخذ كبار بعد مره ما نقول لهم لا ونحن بحريه انبونا على مستوى الدنيا البحري بشوفه ناخذها نشوفها وهي والله وان شاء الله ما يكفها بنرمس عاد خلاص في الطريق وانا ظاهر من دبي ان شاء الله بكلمكم اذا رجعنا من الحي يلا احنا نستودعكم عمار شو رايك انت؟ شو رايك؟ لا في مس الحين خلاص ما نسوي على على سناب خالد الخالد اكيد مو تعطينا وياه خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هذا أبوي دوار، هب الدوار المفرق. هذا شو هذا المفرق؟ تعرفونه قبل ما نسلم. حد يسميه المفرق وحد يسميها لا والله اسم المفرق من السوات الدنيا. المفرق هاللي يفرق بين دبي خط دبي والطويفات والعين. ما علينا. المفرق ذهب وتسورة ذهبن والشوارع فنانات تغني يا ليل يا غير البرايح اللي في النص هاي كل وحدة. البراحة أكبر عن الثانية هاللي في نص المفرق يعني يمكن ثلاثة يعني كل مساحة أكبر مدرسة ثانوية أو مدرسة من هالمدارس الكبار فمساحات شاسعة وايد بسوي شيء جميل إذا ينزرع عن قاف ولا سمر أنا أفضل بعد قاف أخير بعد ودخيل اللي بياخذ المشروع بيزرع القاف هذا ولا يبى زود ري ولا يبى عبالة يزرعونه وروحه بيشب يباله شوية عبالة ثلاث أربع شهور زين فدخيل لا يزرع الغاف هاي بعيدة عن الثانية يخليه مستقتل هذه يعدان البيع حتى بيغدي منظر جميل كأنك في نص في طريقة زراعة الغاف يخليه مستقتل هذه يعدان خدة هاي ملاصقة خدة ما يسوي فتش وايد يعني يسوي مخطف سيارة بينهن بيغدي شيء جميل وفنان في نص هاك البقع الكبير بيغدي شيء جميل يعني منظر حضاري وجميل وبيغدي منسق لكن لا يزرعون شيء يزرعون شيء غير بس قاف ولا سمر نمون وحدة يا هذا يا هذا ما يخالطون بعد بينهن شو اللي حادني على البغيم كلي ترى والي الوادم عدالي وعلى أساس أني أسمعهم رمستي لما أقولكم هذا سناب أبوي مشكلة عزيمة الفوالة هاي اللي حين في الوثب العام مسوينها ثلاث وديات أنا حضرت الودي الأخيرة أنزيل كل حول يسوونها ثلاث وديات وتيامعون ما شاء الله خيرة الشباب على الله يحفظهم الاتجاه نحو اليسار زين أقولكم ما عليها من أوصب يا رب نسوياكم بسوي فحين ما شي فائدة هو عسب ما تخاذل روح أظلمي ولا لك وصلتي على الله يحفظكم من مكان وأول ما تفاجأت أبوي بهذا شمعة الجلاسي على الله يحفظه يطول بعمر الشيخ زايد بن حمدان تفاجأت بشوف المعرس والله ولا خبروني لو مخبرين يا ابوك بسوي لي قرقعة بسوي صدع وديانة لكن يا ابوك جيت على شوف ما شاء الله المكان مبزور بالشيف للشيف تبارك الرحمن اللهم زد وبارك هي ايش قايلة تفاجأ غربت الله يا قراب بودي يا ربي عفو
اي والله ما شاء الله تبارك والله يا ابوخني اني ما كنت ادري اني جاي على غفله ما دريت ان المعازيب الكبار موجودين ولا كان يتم كلهم ابوي الا من سمو سعادك معالي سمو سعادك معالي ما حد العادي العادي ما دار بي هذا بس جاي العادي ما رحب ابوي من سعادته وسمو ومعالي بس ما شيء الا هذا العشيري انا وياه عشيريه والباجين ابوي بالامر من عندي محمد فاروق محمد فاروق سلام عليكم انت من هل دبي نعم دبي فيها النمونة نعم فيها النمونة ما تشفت حد من هالنمونة شوي شرطة مميز ظلك هي والله هل دبي شوية رقابهم شوية طوال زين انت شوية فيك فيك خلط يمكن صبت الهدى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا محمد شرفتنا كيف انت ابو ثاني الله يطول ليش يا ابوك انت من بد العرب لين عندي انا وانا غالي عند ابو ثاني ابو ثاني العرب كلها يحبهم يا اخي انت مميز ما ادري ان الموضوع في ان يعني نعم اللي ما يهرو العبث شوف انت الناس من هناك يعني هي والله اختارت من بد العرب هاي كلها العالم كلها وزبتك شراط ما يزبون المعرس سبحانك يا رب اكيد لك شان عظيم لا لا فعلا انا بالعكس هاي شرف اني اتعرف عليك يا على الله يحفظك يطرح بك بعد سررت بشوفك الله يسلمك خاصة انك يعني من دبي على تو جاي من دبي هي والله حتى ارضي ما حرك الله يسلمك الموقع هذا الله يحفظكم موقع استراحة عيال حياة ثاني بن مرشد العائلة كاملة يعني ويتجمعون يوم عندهم يبون يرتاحون عن ثر ضغوطات العمل ولا شيات ولا عزايم شباب على ما تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن دعوا ربعهم وصدقان لابد من ضيف شرف لابد من ضيف شرف والحمد لله رب العالمين ضيف الشرف اليوم عاد مميز مد مميز عادي مميز بالقو شيخ معرس الحين هذا محمد ولد حياة سهيل ولد حياة سهيل بن هلال هذا حينه صك 60 هاللي تشوفونه لكن بعد ما شاء الله في مز وغزل من استوي على الله يحفظكم هو يعيب في الزين وعلى هالأساس ما زال متماسك ودوم أذكرتي على الله يحفظ موضوعنا يا الله يسلمكم فيتجمعون بين فترة والثانية يسوي لكم من نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كيف يا رب الحلال أنا قال لي ما بي ونسيت إني تعذرت مشيت ويت وحين وصلت نص الطريق كلم هلال قال هو يعني ما شاء الله ما شاء الله طارق المسعود سلام عليك كيف حالك كيف أنت أول ما زخت الكاميرا زخت محمد بن سهيل إيه وخبر صبرنا وهو يارسي غازل بعد؟ والله غازل؟ والله إنه كان غازل خضر أبسع الخبر إنه أبوي راعي يعيب الرجال إيه ويعيب وما تم تماسك في الزين إلا لأنه يعيب الزين فكله نزل على هو إيه زين محمود إيه ما شاء الله عليه إيه يا الله البحر رمسي رمسة ثلث تل عنهم لا إيه والله هذا محمد إبراهيم بن محمود يا الله يحفظه أبوه ملك تحراني يمزح لا ادري انت ما تيبلع عدل ابراهيم محمود والله يا ابوك يا زيني وجه في الماشي الحمد لله ظهر على اللبو مرحبا بالعفاف ايش حالك حبيبي كيف انت الاخبيت مني عرفت هذا هذا محمود كاميرتي ما تصير لجد الزين حين انت تدري ان هذا ابوك قبل محمود هي ابوه ابراهيم ابوه اجمل واحد في الدنيا العود كان والله العظيم فاري لا خليت ولا عدبت منك أبوي ليش ما اتصلت بي قلت لي ان المعازيب موجودين ما بحد خبرني ان الشيخ موجود انا ما دريت ان الشيخ موجود يا ربي ويوها لازم اقول معالي ما بوض بل انا حفظها معالي وهذا اتخادابهن يا ابوي بين معالي وسعادة نزيه هاك سعادة ولي عقبه سعادة لو معالي معالي هذا واحد سعادة واحد معالي نزيه انزين وهاك محمد ثاني معالي ما شاء الله قوم معالي كلهم في الصدر ونحن ابوي في التفر اقوم قوم ابو عبود داني محمد قوم ابو عبود يا رك الله ابوي انا ابوي الله يسلمك انا ما داني اسلم على الكمبنية وقالوا لي انت اسمك عبد الله بن نابود صح؟ عبد الله بن سعيد النابود ما شاء الله شيفك يا ابوك حبيب
كل شيء فك كمبني وزين وطويل وفنان وكل ما فيه قابل. الله يسلمك يعني الله. هذا كله وين جاي بن الله يطول عمرك رب العالمين تستاهل الله يسلمك عبد الله بن اسماعيل يا ابوك انت هذا يا ابوك هذا هو زين اللي في الدنيا هذا ابو صبه والقالب اللي هو فيه وعقب كسروه القالب اي نعم انا هي ما بسم الله قل هو الله احد ما عليه باس الحين يخبرون على السلاح اللي حطاه فيها مانع هي ابو بن هيان والله مليون مرحبا ولا يسدن حي ربيع العمره حي الورد حي البركه قرب 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 ما ادري الحين شخصيه وايد مهمه الله يحفظك يسلمك يا مرحبا يا مرحبا منا ومن صالح الاعمال ان شاء الله هذا ابوي الصوت يا ما ما شاء الله يعلى الله يحفظك نعم نعم نسيش عليه صدق يا ابوي صدق نص الليل سلام عليك من يوم في البحر ابوي ما شفناك سويت لنا زحمة انت هاك اليوم في السناب حد يقول مكسيكي حد يقول ايطالي اليوم عاد رديت على اصلك الاولي ان شاء الله بسوي لك زحمة صديق يا ابوي ثاني القمزي سلام عليك كيف حالك كيف انت بيني وبينه تواصل قوي على الله يحفظه يبارك فيه ثاني هذا ابو ثاني على الله يحفظه هذا محمد بن ثاني الرميد سعادة ولا معالي سوي له أظني سعادة ولا معالي والله ما يدرى هو أحمد سعادة ومعالي أتخاذ به شو تبع؟ فهل في دكان الكبرى هذا؟ بس بخبرك ويهك ما أخذ كاميرا الكبرى يا أبوي 70% من الكاميرا ويهك ما أخذ هاملي وين هذا هاملي؟ إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله كله جمارة ما شاء الله الدولة كلها موجودة الشيبوك هذا متوحني توحي شو تباني حين انت هذا يوم يقول لك غراب وحال على ياسمين هذا والله الله العظيم الحر السويدي ابوي سلام عليك الحين قايلين اخوكم محمد وراس اصغر عنهم اي على الله يحفظك انت ابوي يوم السويد نحن ابوي كبار عاد هذا ابن خالد هذا اثنين انتم خوالد خالد وخالد شوف انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وين سايرين ابوي؟ قلت له ان شاء الله تعال هذا المريخي لي في يسمونه لي في الهايد بارك شوف انت ابوي من الكمبانية الكبار انا ما دريت بك والله يوم شفتك في الهايد بارك اتحرك من الناس العادية شو كان سالفة يدي في الهايد قرطة هذا هلال المريخي ابو محمد الله يحفظه من خيرة وصفوة شباب هالدار وشايف انك ابوي في الهايد بارك واليوم جيت في الوثبة شوف انت الحين شفتها كم مكسرني عدالك يا طارق يا ربي بنت طارق وبنت اسمال وفنان شوف فيك 40 ميزة كلهم مكان واحد متولفات اولا حياة ابوك اكبر زقرتي في الدولة هي نعم العقم هاي العقم ما حد بس قبله نبزر ابوك من اعز اصدقاء حياة الشيخ حمدان بن محمد يعني يوم بيتجمعوا يطرون حياة حمدان بن محمد يكون لازم موجود حياة بنت اسمال الحمد ورثت الزين ورثت الأدب ورثت الأخلاق ورثت الجمال ورثت كل شيء يعلى الله يحفظك يطلع فيك والله يا ابن شيبان صار لي ساعة أدورك أنا ما يا رجال خف علينا يعلى الله يحفظك يبارك والله يا ابن شيبان يعني في خاطري أشوفك أنت عجيد القوم أنت أول القوم أنت من الشعر لي ربع حد يحسن أبوي حياته أنت أبوي ما تتحب أنت من الشعر لي ربع يعلى الله يحفظك هنا سرور بن عباد الهاملي نعم اي نعم بارك الله فيك سلام نعم وهذا العباد بن سلطان والله يا ابوك ما تحرك من كمبني الكبار انا عاده كل كمبني عمل عملاق شي كمبني وصيط هاي اول مره هاي عاده الكمبني يجون يجون خطوال يمتان انت ما شاء الله بسط يا سلام خفيف خفيف على الكب الله يسلمك هذا الحوار على ما تشوفون
لا إله إلا الله. عام فارجين هذه السفرة الآن إلى هالآن خطفان 12 شهر. اللهم لك الحمد. كم من واحد فارقنا، كم من واحد ما يندرى به وين أرضه وين سماه. نعم يا مرحبا ابو سلطان، بخير لا خليت منك. كيف انت حبيبي؟ الله يحفظك يبارك فيك. صوب الباشوت يا ابوك مفروض زد عن العول كلهن. ها شوف شوف وين الباشوت يروح غير روحه يزقر روحه يزقر. اي حافظ يا انه خده انه خده ابوي خد ابوي كل من هالقباب مسوي المذبوح يسوي البليدنج. مليون مرحبا ولا يسد. يا مرحبا بك، عشت عين شافك عديبك في البحر والحين في البر تلاقينا. ياكل خبر؟ لا خفيف خفيف. قال على ما تشرح؟ قال على من تود. مسموح ابوي من الفرش لين العرش. ياكم الخالدي اي والله ما يرمس يا اخي وارم. هو قال لي قصه قال لي حبيبي هب يا خليفي معلس خليفه صدياي قام كرتك ابوي. يلا احنا كل الفكرة لا ودر تطع هاك ابو حنج. اي ها عقب ابوي فاطوي مراقب ها حد محاصر من شرق وحد من غرب. ابو حرمتين حرمتين عنده؟ حرب هلا بقواه. اقول لك ابوي هرا شوفه ختل ختل ختل. ابوي سب ما سبيته، قلت بو حنج وانت حنيتك هالكبير حنج ظبي حنج حصان ما شاء الله تبارك الرحمن عيني عليك بارده. الله يحفظك. ندوكم قملوا زين. والله مليون مرحبا ابو سلطان. هذا اللي يقول يا ولني ياب مسمياتي داد شيء جديد ولني زين. وهذا ابوي حلق بيسي هذا اللي في سويه ما يبي يظهر. ليش ليش ابوي بارك الله فيه. والله مليون مرحبا ولا يسدن ابو يوهر. مرحبا مرحبا يا الله على ابو يوهر لازم عندنا الطبجه الحين. يقول هون ياسمين سودا ما تشبه. لا في لا 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 ناقص واحد اسمه عبد العزيز الشامسي. هي ناقص يوهر هذا أصغر عني أنا يمكن بأربع سنين لو ست سنين أظني يمكن أكثر بعد. لا لا صدق والله وراس أمك ما تشرب. أنت مواليد كم؟ لا صدق والله 50 60 يعني بيني وبينك أنا أربع سنين. والله يا أبوكم يعني يا حيدة هذا شواربه بيض أملح غبر ما عرفت انا يوم كبر. هذا انا ما شفته يمكن 20 سنه ما تلاقي او 30 سنه من يوم كان صغير شفته اختلت. لو شفته قبل كان جسمه والله يوم انت صغير يعني يوم صغير كان ضعيفوني لكن براطمه ومخاخيط وما ادري شو ما يرمس ويرون شباب يجلب زين عمري 63 نعم عمرك
حافظ عنا وخذ حافظ عنا وخذ إيه الله اللي ما خرب حافظ حافظ على الزين حافظ على الزين ناقمنا عدم حينة إلى الله يحفظ المرشد ناقمنا أن نحن ياسين نرسل ويا الشباب بعيد أبو تعدى المعازي بن محمود ضروري ضروري شويهات شويهات البحر بن محمود أنا أروح بيت عبال ابنه غدا وعشاء علي مرة إلا يامر عليه هذا خالد خالد الثاني بن مرشد والله مليون مرحبا ولا يسدن مرحبا بالسمي مرحبا بالسمي أبوي عليك رفجة إنك تعزم أبوي بالجماعة يودون البحر نفس سيرتنا اللبسية أكيد تكل على الله سب وقت للهوايل الساعة واحدة 12 واحدة 12 ونص هذا أنسب وقت تاكل تنزر بطنك تعين الله هي يا الله ها مو حاطي المحايا ها مو المحايا وين بيفتح أنا الله ما فأقولكم السحور هذا وقته في غدي الشيخ أظن بيرخص جنة يعني الله يحفظك يا شيخ يعنيك ما فيش خير يعنيك فداعة الله وين منهم هذا اللي في النص هذا هذا والله الله هذا فنان يا ابو شيفته شيفت شيوخي ابوي الشيخ اللي ما يمر ببنايات والمخابئ ويتظهر الخطوط من تحت يديه هذا ما يتم شيخه شيخ اللي على الخالي والله عليك ها لا سيستم بس بينا لا راجع استر الله يحفظكم ما ليلى مريخي على الله يحفظك سبيشال اوردر جاي منك انت اصبر ابوي هذا ابوي ابوي في ريحه الطيبين شو انت شو هالطول انت شو هالطول حيت وين تبي تصير ابوي اي ما شاء الله تبارك يا ابوك هذا زين يزيق كان شيء زين يزيق هذا الزين اللي يزيق الله يحفظ هذا سعادة محمد ثاني رميتي من صفوة شبابها للبطين خيرتهم ادب واخلاق قوة وصغارة نفس هذا العدال ابوي من هالزعاب نسيت شو اسمه عبد الرحمن سلام عليكم يا رب ناخذ بيعت لنا اوامر ما نصور كنت بالذات جو كم تسوي زحمه نعم تستوي ابوي شو الرسائل احترق التليفون مرشد الثاني بالمرشد يا ساصور عجيب يلا يا ربي عصيد وساقه وخبيص وبلاليت وكنافه ما ادري منو اشوفه ها يا هي دنيا تبارك الرحمن هذا كله ترى خدمة بيت كل شغل بيت كل هاللي تشوفونه كل ابوي هذا كل شغل بيت ولا شيء يمنه من دكان حلويات ولا شيء كل ابوي هذا شغل بيت كلها ولا شيء يمنه من دكان كل مال بيت تبارك الرحمن من اشهر البيوت اللي عندهم اكتفاء ذاتي في الخدمة في الحلو والاطباق الرئيسية والمكابيس والضيافة بيتكم حياة ثاني بالمرشد بيتهم اللي في البطين كل خدمتهم في الدنيا خدمة روحهم اعتماد كلي أقولكم اكتفاء ذاتي ليطرون اكتفاء ذاتي هو بس وياه سيصور عمره بيوهر كل شيء هاللي كل بوي خدمتهم كلها بوي خدمتهم ما شاء الله على الله يطول بعمرها أمهم من السيدات الأوائل اللي في أبو ظبي اللي تعرف كل شيء مرتب يظهر من بيتها مرتب ومتقن الله يحفظها أم محمد ثاني بنت عبيد من أوائل النساء اللي تتقن كل خدمة أم محمد ثاني على الله يحفظها بنت عبيد كل خدمة في الدنيا العودة ما تظهر لم تحت يدها لازم هي تشرف عليها في البيت ما يظهر شيء في البيت حار ولا بارد من بيته ما يظهر شيء إلا تحت إشرافها تجلس مرتكزة بالساعتين والثلاث كل إشراف
اساس تدور اي شيء غلط ولا اي شيء مش مرتب ولا اي شيء مبزين ولا اي شيء تدور فيه ما تطير به الدبابه على ناحيه من الاخ من الخطا مستحيل. ويوهر شريك عنك دورة يا ربي يا مرشد خلي شريد شريك عن مرشد يا ولد الحلال شريك عن مرشد أنا بعد ريدين شو يخصهن يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالولد يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ببركة ببركة المحاربة مالك زوج الله يحفظك هي الحين من عقب هذاك ها عقب هاك لا تغم بيلي سنة مكانه ما في الدنيا خير هو يستحي شو يلزل معنا هي والله العظيم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ابو ثاني يا مرحبا يا مرحبا هلا والله هلا هاي الجلسة من الجلسات اللي ما تنسى فنان وغاب الناس اللي موجودين انت اللي محللنا لا ابويا غيري انا احليل يا حبيب سوهاق البيت هاي احد خالد عازمنا على ظنه شوي هذا لكن اليوم ويت العزيمة ترى من العام الله يحفظك الله يحفظك ما عليك زول الله ييسر امورك مرحبا ابو بطي ما وصيك على الريال ابو بطي لا ترد عليه حياك الله يا مرحبا 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 ابو سعيدي على الله يحفظك ييسر امورك سلم علي هاتفوني ليش تتعلق على الريال وليش انت يعزل لك ولا هب يعزل لك والله اخ عزيز وغالي كل ما يطلع منك شيء على الله يطول بعمرك يا ابو يوها بيني وبينك اللي بيني وبينك ندافع نتجاتل عشرة عمر هي نعم والله اعلم شو خصوصا بخصوص رقعه السم خصف نحن اهل شو سويت ابوك شو سويت تبى واحده ثانيه يلا يا ليت واحد ثاني يحبس سنك ما بتقول يا ربي ما علم شيء وما الله الله يحفظك يا ابو يوها يعلكم في داعه الله حبيبي مع السلامه حبيبي مع السلامة أي طبجت أبو يوهر ما الله يا جماعة الخير ترى أبوي العام نحن عطينا أمارة براكة حق خلفان بطي والسنة أبوي شلوها أبوي عنه أمارة براكة حق محمد غرير بن عويان القبيسي يستاهل كفو كفو يستاهل يستاهل وانت اسمح لنا عادي القبيسي سحبوها خلفان بطي أبوي رد انت على بدع زايد تم اللي هناك سموحة عدو العذر الزمان ابويا دولة تتداولها شوف عليك بالهودج انت ابويا اي نعم خلك في الهودج ولا ابويا براك اخسي ها باضوا على بيضه كبير عدو بن عيانة عبد الله مغرين ما شاء الله عليك يا العفاري اقول يا سعد حظها اللي بتصبح مشاهدتنك العفاري يا سعد حظها اللي بتصبح مشاهدتنك اليوم مسوي لكم هذا مخبرين يا ريال شو اسمه غير الخبانه هو حيامة حيامة قال ياي الحين قالوا لي ليش تقول لابو محمد قلنا لهم ابوي ابو احمد ابو محمد اللي هي والراي انت راضيه احمد ابويا اصبح على خير وافت خير حبيبي قالوا لي كبدي ابو حلم عاير ليه ما يوجه لو حرف واحد كلوا لي كبدي يلا كرامكم الله مشكورين وما قصرتوا يلا الله يحفظكم بارك الله فيكم مشكورين لي 63 لكن ما خلى عملية ما سواها بوتكس الحين أنا غراب حال عياسمينة وانت يعني من حالاتك يعني الحين أحلى عني وايد كم عملية كم الله بالخير هلا أبو يوهر متسابقنا كبير ثاني قمزي الله يحفظه إن شاء الله ورملة وين سوارك البحرية لا
لا تقول شيء ها. محمد مواليد كم؟ 63. الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله. سيليكون وكل شيء ولا هاي 63 اللي 63 عبروا. انا الادغام يا البوتكس ها شوفوا البوتكس شو مسويها. ما يازله غير الموضوع. ها شوفونا بوتكس وسيليكون كله سيليكون طالعها حتى الخشم سيليكون.